علامات الساعة الصغرى بالترتيب. تضافرت جهود أهل العلم قديما وحديثا في التأليف والكتابة في قيام الساعة والإمارات التي تسبقها، ولكن علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فإنه لا بد من نص صحيح يؤخذ منه، والقول بغير علم والإخبار عن الغيب بلا قرينة ولا دليل يجزم به قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة، كتكذيب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان غير مطالب بتنزيل أشراط الساعة على واقعه، ويستثنى من ذلك أهل العلم المعتبرين دون غيرهم، إذ يسوغ لهم الاجتهاد في تنزيل هذه الأشراط على واقعهم بشرط ألا تترتب على ذلك مفاسد أعظم. لا بد من معرفة معنى علامات الساعة قبل الخوض في علامات الساعة الصغرى وترتيبها، فهي تعرف في اللغة بأنها سمة أو شعار أو أمارة تعرف بها الأشياء وجمعها علامات. أما في الاصطلاح فهي الأمارات التي تسبق قيام الساعة وتكون من النوع الاعتيادي للناس كشرب الخمر والجهل ونحو ذلك. ومنها ما يكون قبل علامات الساعة الكبرى، ومنها ما يكون مصاحبا لها، ومنها ما يكون بعد ظهور بعض من تلك العلامات الكبرى. وتعد علامات الساعة الكبرى الأقرب إلى قيام الساعة بخلاف علامات الساعة الصغرى، فهي أبعد من العلامات الكبرى. ثم إن علامات الساعة الكبرى لها أثر كوني كبير يشعر به الناس جميعا بلا استثناء، بخلاف علامات الساعة الصغرى التي قد تحصل في مكان دون آخر ولأناس دون أناس آخرين. ومما ينبغي التطرق إلى ذكره أن علامات الساعة الصغرى كثيرة جدا يضيق المجال لحصرها، ولم يرد دليل ثابت فيما يتعلق بترتيبها، إذ أن كل ما ورد في كتب أهل العلم إنما هو اجتهاد في ترتيبها حسب ما وجدوه أكثر وضوحا لديهم، أو بحسب واقع الحال وما اقتضته الحوادث بتقديم إحدى العلامات على غيرها. ويمكن تقسيم علامات الساعة الصغرى إلى أقسام، وهو قسم للعلامات الصغرى التي لم تظهر بعد، وقسم لعلامات صغرى حصلت ووقعت وقد يكون متكررا وقوعها بحيث إنه قد يتكرر في المستقبل، وهناك قسم تدريجي الظهور بمعنى أنه وقع وما زال مستمرا في الظهور. أولا العلامات الصغرى التي ظهرت وانقضت. تعد العلامات الصغرى التي ظهرت وانقضت كثيرة، ومنها ما يأتي: أولا بعثة النبي محمد وموته. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم دل ذلك على اقتراب الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، كما دل على اقتراب الساعة موته عليه السلام، فقد قال: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. ثاني العلامات الصغرى هو معجزة انشقاق القمر. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم انشق القمر بمعجزة لم يشهد لها العرب مثلا، وقال ذكر ذلك في القرآن في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. ثالث العلامات الساعة الصغرى هو فتح بيت المقدس. فقد قال عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من آدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. وقد فتح بيت المقدس في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث ذهب بنفسه إلى هناك وبنى فيها مسجدا وصالح أهل المنطقة. رابع علامات الصغرى هي نار عظيمة تخرج من أرض الحجاز. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وفي عام 654 للهجرة ظهرت هذه النار العظيمة، وقد أفاض أهل العلم في الكتابة عليها آنذاك: وهذه غير النار التي ستظهر آخر الزمان لتطرد الناس إلى محشرهم. خامس العلامات الصغرى هي ولادة الأمة ربتها. فقد جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يسأله إلى أن قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. وقد اختلف أهل العلم في معنى ذلك على عدة أقوال، لخصها ابن التين فيما يأتي.
هو أن تتسع رقعة الدولة الإسلامية وتسبئ نساء البلدان التي فتحها المسلمون، فتكثر الجواري، فإذا ولدت الجارية ولدا لمالكها كانت بمثابة ربها لأنه ولد سيدها. وثاني المعاني لتلد الأم ربتها الأمة ربتها هو أن يكثر عقوق الأولاد لأمهاتهم، فيمتهن الولد أمه ويسبها ويضربها، فأطلق عليه اسم ربها مجازا. وفي معنى آخر أن تلد الجارية حرا من غير سيدها، كأن تزني أو يتم وطؤها بشبهة أو بنكاح، ثم تباع بيعا صحيحا إلى أن يشتريها ولدها. علامات الساعة الصغرى التي ظهرت ولم تنقضي. إن من العلامات التي ظهرت ويمكن أن تتكرر ما يأتي: أولا، كثرة المال والاستغناء عن الصدقة، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. فبين الحديث أن الله عز وجل سيعطي الأمة الكثير من الكنوز حتى لا تجد رجل محتاج يقبلها، وقد حدث ذلك في زمن الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، إذ كثرت الفتوحات الإسلامية وفاضت الكنوز عليهم من اقتسام أموال الفرس والروم. وحدث ذلك أيضا في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حتى أصبح الرجل يعرض الصدقة فلا يجد من يقبلها منه. وهذا والله أعلم سيتكرر وقوعه في زمن المهدي وعيسى عليه السلام. ثاني العلامات الصغرى التي ظهرت ولم تنقضي هي ظهور الفتن. والمقصود بالفتن هذا ما يقع في الناس من أمور يكرهونها من كفر وقتل وعصيان وما شابه ذلك من الأمور. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن العظيمة التي ستظهر فيهم، ووجههم إلى الالتزام بجماعة المسلمين والإيمان بالله. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثالث علامات الصغرى التي ظهرت ولم تنقضي هي انتشار الأمن، وذلك بأن يسود الأمن البلاد الإسلامية، فينتقل المسلم ويسافر من مكان إلى آخر لا يخشى على نفسه ولا أهله ولا ماله ولا عقله ولا دينه شيئا. فقد قال عدي بن حاتم الطائي: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها. فقال: فإن طالت بك حياة لترين الضغينة ترتجل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. وقد حدث ذلك في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك حين فتحوا البلدان وانتشر الإسلام فيها، وسيعود ذلك حين يظهر المهدي وعيسى عليه الصلاة والسلام. من العلامات الصغرى التي ظهرت ولم تنقضي أيضا ضياع الأمانة، والأمانة هي التكليف بأن يتبع الإنسان ما أمر الله به ويجتنب ما نهى عنه، وهذه ضد الخيانة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة ستنتزع من القلوب، فيصير الرجل من أهل الخيانة بعد أن كان من الصالحين، وذلك لزوال خشية الله من قلبه. وفي تلك الفترة يضيع الناس دينهم، فيسند الأمر إلى غير أهله، ويقول عليه الصلاة والسلام: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. من العلامات أيضا انتشار الزنا، وذلك بأن يشيع الزنا بين الناس، بل إنهم يستحلونه، وذلك زمان تكون فيه الذمم قد فسدت، حتى إن الرجل قد يفعل ذلك جهارا نهارا بين الخلائق، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في قوله: من أشراط الساعة ذكر منها ويظهر الزنا. من أشراط الساعة أيضا هو انتشار الربا، فيشيع الربا بين الناس، فلا يبالي أحدهم بالمال الذي يأخذه حلال أم حرام، ويرى ذلك جليا في هذا الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام.
هناك أيضا كثرة شراب الخمر واستحلالها، وذلك بأن تنتشر هذه الخمور بين الناس ويظهر من يعتقد حلها، وقد انتشر ذلك في الزمن الحاضر بشكل كبير حتى أصبحت تشرب وتباع جهارا نهارا، وسميت بالمشروبات الروحية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. من العلامات أيضا التطاول في البنيان، وهذه الإمارة بدأت بالظهور منذ عصر النبوة تقريبا، حيث بدأت رقعة الدولة الإسلامية بالاتساع والظهور، وأخذت الأموال تغدق على المسلمين، وبعد مدة من الزمان وكثرة المال أصبح الناس يتنافسون في الدنيا حتى وصل ذلك إلى أهل البادية وأشباههم من أهل الفقر، فأخذ الناس بالمباهاة في بناء البيوت والمباني، حتى أن الشخص يريد أن يبني ما هو أكبر وأعلى مما بنى غيره، إلى أن وصل بهم الحال في عصرنا إلى بناء ما يسمى بناطحات السحاب، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك من أشراطها. من أشراطها أيضا كثرة القتل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل والقتل. وقد ظهر هذا منذ مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما زال مستمرا إلى يومنا هذا، فقد فسدت النفوس وخفت العقول وانتشرت الأسلحة الفتاكة وكثرت الحروب، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. من أشراطها أيضا رفع العلم وفشو الجهل، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. والمقصود هنا ليس غياب العلم، فإن العلم موجود، ولكن قلة العلماء الصالحين الذين يعلمون الناس أمور شرعهم. فالجامعات حاليا أبوابها مفتوحة، ولكن قل ما تجد عالما مع توفر كل السبل لذلك. من علامات الساعة التي ظهرت وما زالت لم تنقضي السلام للمعرفة فقط، وذلك بأن لا يسلم المرء إلا من يعرفه، فيترك الناس السلام بينهم بحجة أنهم لا يعرفون بعضهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، وهذا الفعل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإفشاء السلام بين الناس سواء المعروفين أو غير المعروفين لنشر الألفة والمحبة بين الناس. من أشراط الساعة أيضا التي لم تنقض هي شهادة الزور وكتمان الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم، وذلك بأن يشهد الرجل الشهادة فيكذب فيها، وهي من أكبر الكبائر عند الله عز وجل. من أشراط الساعة أيضا زخرفة المساجد والتباهي بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. إن المساجد أماكن للعبادة وليست أماكن للزخرفة والتباهي والمبالغة في تزيينها. من أشراطها أيضا كثرة الظالمين الذين يضربون الناس بالسياط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يعدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر. من الأشراط أيضا ظهور الكاسيات العاريات، كما ورد في الحديث الشريف: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهن نساء مائلات عن طاعة الله عز وجل، مميلات لمن رافقهن عن صواب الطريق، يلبسن من اللباس ما لا يستر عوراتهن بل ويشف عنها، ويضعن فوق رؤوسهن ما يجعل رؤوسهن كأسنمة الإبل، وهذا يحصل في المجتمع في وقتنا الحاضر. كثرة الكذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. فقد كثر الكذب في أزمان خلت ولكن تجلى هذا الأمر وزاد في الزمن الحالي، فقد يكذب الوالد على ولده أو الزوج على زوجه أو البائع على المشتري، وأمثلة ذلك كثيرة من صور الكذب. من أشراط الساعة التي لم تنقضي أيضا انتشار التجارة. يقول عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة.
وذلك ظاهر جلي في زماننا، فلا تكاد تجد مكانا إلا وفيه من التجارة ومحلها الكثير. وأيضا من أشراط الساعة التي لم تنقضي قطع الأرحام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وذكر منها وقطع الأرحام، وقد ساد هذا الأمر في زماننا. وأخيرا اختلال المقاييس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبض. قيل: يا رسول الله، وما الرويبض؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وهذا أمر واضح حاليا. ثالث عناويننا اليوم هو العلامات الصغرى التي لم تظهر بعد. هناك العديد من العلامات الصغرى التي لم تظهر بعد، ومنها ما يأتي: أولا، عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا، وقيل بسبب الزراعة وحفر الآبار، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ثاني العلامات الساعة التي لم تظهر بعد، خروج القحطاني والجهجاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه، فيظهر في آخر الزمان رجل من قحطان لم يذكر في الأحاديث اسمه، ويظهر آخر من المماليك يسمى بالجهجاه، وكل واحد منهما يحكم ويمسك بزمام الحكم، وقد ضرب المثل بعصا القحطاني كناية عن شدة طاعة الناس له أو خشونته عليهم. من العلامات أيضا ريح تقبض المؤمنين، ففي الحديث الذي تكلم عن الدجال يقول عليه الصلاة والسلام: إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطئهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. دل الحديث على أن الريح تكون بعد يأجوج ومأجوج وخروج الدجال ونزول عيسى، بل وبعد خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، حيث أن الدابة تخرج لتفرق بين المؤمنين والكافرين، وطلوع الشمس مصاحب لذلك، فلو كانت البداية قبل الريح لما بقي مؤمن على الأرض. من علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد هدم الكعبة، يقول عليه الصلاة والسلام: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ففي آخر الزمان يسيطر الحبشة على الكعبة ويقودهم ذو السويقتين كناية عن دقة ساقيه، فيهدمون الكعبة ويستخرجون كنزها، ولا يتم إعمارها بعد ذلك أبدا، ويكون ذلك إيذانا بخراب الدنيا. وأخيرا كثرة الزلازل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، وهذا يكون مع نزول الخلافة إلى الأرض المقدسة إذ تكثر الزلازل.